أكيد بده يوقعنا بالفخ. أنت شو رأيك عبد الحي؟ يمكن فخ هذا يا معلم. أنا رح لاحق هالشغلة. كيف بدك تلاحقها عبد الحي؟ يا ريت توضح لنا. بروح لعند جلال كرجداغ وبقول له حقان بده يقتلك وبضل جنبه. ها، والزلمة رح يصدقك بسرعة ما هيك؟ معلم، بدك ترد على حكي الزلمة؟ بدي رد يا ميماتي. معلم، بترجاك تفكر. تعرفني أنا بأمن بالصدق. يلا عبد الحي. ما سمعت شي خبر من المنظمة؟ إنهم بهالفترة ملتهيين بهمومهم ومشاكلهم يا جلال بيك. المهم إنه ما بيطلع. كتير منيح، بلا ما يطلع. بس اسكندر ما يجيب على راسنا شي بلوة. والله إذا ما لبينا كل اللي بيطلبه منا بيجيب لنا يا سيدي. بدري، بدي فترة غيابي تخلي جمال يرفض، ولما برجع أنا بعمل معه اتفاقية. حاضر سيدي. هذا اللي جاي مراد، مو هيك؟ نزل السلاح من إيدك يا بدري. نحن بندخل على السيارة لحتى نعوز حدا شيء. في شي صاير يا سيد علمدار؟ يعني في سوء تفاهم؟ في شي أنا ما بعرفه؟ بدري، سمعان شي وما خبرتني؟ أنا جيت لأنقذ حياتك. ما فهمت. في جماعة بدهم يغتالوك. وين؟ ما بعرف. شو البرنامج اللي حاطينه لليوم؟ ولا شي، بس كنا هلا رايحين على المطار، بدي اسافر على لندن. كيف يعني؟ مستحيل مو بالمطار، المنطقة مأمنة. يعني مين بده يقتلنا؟ شو رأيك تحكي لي القصة من أولها؟ واحد من رجال اسكندر الكبير اسمه حقان. بس نحن ما لنا شغل مع هذا اسكندر ولا زلمته حقان. بتوقع إنه أخوك له علاقة. شو يا بدري؟ سيدي، بالجنازة ما كان سيادة أخوكم، وهو ما أعطى عنوان أو معلومات لحدا. جمال كرجداغ وين؟ سيد جمال يمكن عند دكتور الأسنان. كان اتصل فيه يا بدري. بلا ما يروح سيد جلال ما راح يصير عليه شيء. وانت أعطيني العنوان. رجع محمود، رجع. اجينا لعند الكرجداغ برجلينا. اهلا فيكي. بدك تنتظر شوي جمال بيك؟ مو مشكلة، تفضلوا. شكرا.
أهلين فيك. ها أهلين مدام، كيفك؟ الحمد لله جمال بيك، أنت كيفك؟ الحمد لله، إلنا زمان ما التقينا، ما هيك؟ شو رأيك نلتقي؟ بشرفني لقاءك. يلا جمال ولك خلصني بقى هالسافل. تعرف شو يعني كلمة تعذيب يا سافل؟ حقاً أنا بس بدي أفهم سبب خيانتك. إذا كان السبب مشان تعيش فكلياتنا بدنا نموت، وإذا السبب المصاري فالمصاري بتجي وبتروح، وإذا كان المنصب ولا الشهرة ولا المكان هن أهدافك فهدول بتجيبهم بأخلاقك. فيك تقول ليش خنتني يا حقان؟ جاوب. أنا عملت اللي بأمن فيه. أنا فكرت هيك لبين ما وقع عبد الحي بين إيديك. كذبتنا لقلنا وصدقت غيرنا. البني آدم ممكن ينخدع طبعاً، بس الشخص يلي رحت معه مبارح وعذبته بلا رحمة خلاني غير رأيي. هي اسمها خيانة. انت ما خنتنا وبس، خنت الأخلاق والناس اللي عندها أخلاق. مو معقول اناقشكم باللي بآمن فيه هلأ وأنا هيك مربط. إذا بدكن يعني جاوب عن أسئلتكن ما رح قاوم أبداً، وبعدين القرار بإيدك. حتى إذا كان الموت فيكن تقتلوني بعد اللي عملته لعبد الحي. العمى يا عم يأمرنا شو لازم نساوي. شو بدك تحكي؟ وشو يلي نحنا ما بنعرفه؟ كل المنظمة بدير اسكندر. ماشي، بس اسكندر قتله مر. بعرف. شو بده اسكندر من الختيارية؟ الكتاب الأحمر. وانت شو معلوماتك عنه؟ ولا شيء. هدى طوروس اسكندر جابها على البلد؟ ما بعرف، يا هو اللي دخلها يا أما هي تسلمته بمرحلة معينة. والعائلات اللي متحالف معه؟ هالشغلة بالذات صارت معروفة كتير وواضحة تماما. هو بعتني ورا عائلة قرجداغ لحتى يخوفهم، وخطف حفيد تتر أوغلو وهو هلأ معه. شو بده يعمل بطفل؟ رح يعملوا فيه مثل ما عملوا فيك من زمان يا مراد. ايه بس هو شو هدفه بالتحديد؟ هدفه يسيطر على تركيا. شو يعني بده يأسس حزب؟ أنا وياك منعرف منيح إنه اسكندر الكبير مو ابن مبارح، هو واحد من زعماء المنظمات، أو فيك تقول إنه زعيمة كلها. الهدف واضح، مثل ما تهيئت ظروف الانقلاب بالستينات والسبعينات والثمانينات بهالبلد بيرجع بهيئة مرة تانية، وهيك بيسيطر على كل البلد. ومين القوى اللي وراه؟ حاليا ما حدا، بس لما يشوفوا قوته بتغير كل شيء. إذا انتصر وانهزمت أنت كلهم بيصيروا وراه. وليش أنا بالتحديد؟
لأنه الختيارية وقع اختيار عليك أنت، وطالبين يلتقوا فيك. أنت شو يلي بتعرفه عن الختيارية؟ أنا بعرف اللي بتعرفه أنت مو أكتر. وتشكيلات اسكندر شو فيها؟ إله ناس بكل تنظيم ومؤسسة بتركيا وناطرين خبر منه، بس بصراحة أنا ما بعرف مين بيكونوا. والعمليات؟ ما بعرف. وشو مشان الأسلحة؟ مصاري فيه وسلاح فيه كمان، بس قديش وين ما بعرف. مماتي بدك تسأله شي؟ لازم عبد الحي هو اللي يسأل، أنا ما في عندي أسئلة. إذا ما عاد عندك أسئلة معلم، أنا حابب أبقى مع حقان شوي. عبد الحي، حقان لإلك، إذا هيك بدك هذا حقك. عمالي اللي بدك إياه، بس يكون يليق فيك. ما راح أقتلك لأنك عذبتني، مع أنك بتستاهل القتل. لو كنت محلك ما بعمل اللي عم تعمله. شو ما صار؟ ما راح اضربك وانت مربط مثل ما عملت، راح اعاملك بطريقتي. من اليوم ورايح شو اسمك؟ فشك. فشك؟ ايه؟ أنا بشكرك كثير يا معلم. فشك. فشك الغشيم. بدك مراجل؟ لا، هزبت الله.
أشرف تموت وأنت عم تدافع عن حالك.